محتجزون داخل المستشفى يصرخون من شدة العطش والجوع، لا يمكنهم التحرك، فالقناص ينتظرهم على الأرض والمسيرة قد تقصفهم من السماء. هذه ملامح للمشهد من داخل مستشفى الشفاء في غزة بحسب وصف مديرها. فكيف هو الوضع داخل المجمع الطبي بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي له؟ وضع خطير ساد الأجواء قبل عمليات الاقتحام وخلالها، ورغم ذلك فقد رفض قسم من الغزيين مغادرة المستشفى، وحتى اللحظة ما زال هناك نحو 4000 نازح، بالإضافة ل600 مريض و500 موظف موجودين داخل المجمع وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. ومن بقي هناك يعيش حالة من الجوع والعطش الشديدين، حيث أشار مدير المستشفى إلى أن جنود الجيش الإسرائيلي فجروا خط المياه الرئيسي أثناء الاقتحام، ما أدى لقطع المياه بشكل كلي، ولم يبقى لديهم طعام بسبب الحصار الذي سبق الاقتحام. أضف إلى ذلك خطورة الانتقال بين مباني المجمع بسبب وجود القناصين واستحالة إخراج الجثث ودفنها كذلك. منظمة الصحة العالمية تحاول إيجاد منفذ إنساني لمساعدة العالقين، إلا أن هذه العملية بحاجة لضمانات أمنية تسهل خروجهم، وقد يتعين على الكادر الطبي المفاضلة بين المرضى وإعطاء الأولوية لأصحاب الحالات الحرجة والأطفال حديثي الولادة. اقتحام إسرائيل للمجمع أول مرة أعقبه انسحاب واقتحام جديدان، وتخلله إطلاق نار كثيف أدى لقطع كافة الاتصالات مع الكوادر الطبية داخله، في ظل غموض يحيط بمصير من بقي بالداخل.